السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا مؤاخذة مزموزين، انت اخت العروسة؟ ايوه. وانا صديق العريس. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انا والعريس طول عمرنا زملاء سوا، دلوقتي هو اتجوز فبقول يعني الا قولي لي انت عرست العروسة؟ يا مهزين ما تستغربيش، انت فهمتيني غلط. اصلهم بيقولوا اللي تقرص العروسه في ركبتها تتجوز في جمعتها، ولادام احنا موجودين في فرح فانا قرصت العريس فاضلش غير انت. ايه رايك بقى؟ انا اصلي مش مستعجله على الجواز. انت لسه بتعيطي؟ ناديه اول مره بتفارق اختها. فعلا الواحد لما يودع انسان عزيز عنده بيحصل له نفس الشعور. هو يكون واخد على خاطرك مني علشان امبارح؟ ايه امبارح حصل ايه؟ لا ابدا، اصل سالتها اذا كانت قرصت العروسه في ركبتها. على راي المثل. انت طبعا عارفه انا كنت بهزر. ايوه طبعا. سعيد قوي انك خرجت معانا الليله دي. وانا كمان. ميرسي. السهرات اللي زي دي بيبقى دمها خفيف قوي، يا ريت تكرر على طول. ها انت قلت حاجه؟ لا. انت قلت حاجه؟ لا. تحبي ترقصي ولا تحبي استراحي؟ لا استريح. طيب من فضلك يا رشدي امشي من هنا، ما تضطرنيش اكون قلة الادب. ارجوكي انا لازم اكلمك حاجه بخصوصك. رافت قابلني النهارده. من فضلك احجزي لنا المحلات دي النهارده ضروري. حاضر. انا اسف يا ناديه اللي الظروف وضعتنا في الوضع ده، وعشان كده لازم تقابليني عشان نشوف لنا حل. مر عليا بعد الشغل. اتكلم، عايز تقول ايه يا ناديه؟ انا مقدر موقفك وعارف انك انت متضايقه مني، خصوصا بعد ما اتوضعتي في الوضع المحرج ده. وفر على نفسك كل الكلام ده، دي مساله بيني وبين اختي. انا فاهم، فاهم كويس، بس احب اقول لك ان الظروف وضعتنا احنا الاثنين في موضع لازم نخرج منه. رافت فاهم ان في علاقه بيننا وبين بعض، وفهمني النهارده بصراحه ان الوضع ده لازم يتغير، وان علاقتنا لازم تكون رسمية. رسمية؟ يعني ايه؟ يعني اروح اطلبك من والدك؟ مفيش داعي تتكلم اكتر من كده، نزلني من فضلك. ارجوك يا نادية ما تسرعيش، فكري كويس. خطوبتنا دي هي هتكون الحل الوحيد عشان نبعد الشك عن نوال، وانت كمان يكون موقفك سليم. طب وبعد الخطوبة؟ الامور تستقر والشك يزول، تقدري تفسخ الخطوبة في أي ساعة تعجبك. طب وبعد ما نفسخ الخطوبة والأمور تستقر، ترجع أنت ونوال لعلاقتكم الدنيئة مش كده؟ ليك حق تفكري فيها أكتر من كده، لكن المرة دي أنت غلطانة. يا نادية أرجوك كملي التضحية اللي ابتديتيها، وأنا من ناحيتي أوعدك إن أنا حاطة العلاقة اللي بيني وبينها إلى الأبد. صدقيني صدقيني اذا قلت لك اني مش هشوفها بعد النهارده ابدا، واني هعمل المستحيل عشان اخليها ما تشوفنيش ابدا. مبروك يا حبيبتي. ايوه لا بس نوال عايزه تقابلني باي شكل، انا عملت كده مخصوص عشان تهرب منها. انت غلطان، احسن تكلمها وتهديها، نوال اختي ونعرفها اكتر منك. انا مش مطمن يا ناديه. اهلي لو لازم تمر على خير. Thank you.
شركة مصر طيران. اديني فضلك مدموزين نادية خالد. نادية، أنا رشدي. تقدري تقابليني الليلة دي؟ كنت فاكر إن إهمالي ليها حيوقفها عند حدها، لكن النتيجة طلعت العكس. دلوقتي ابتدت تتصرف تصرفات جنونية وأنا مش مطمن لها أبدا. طب وبعدين؟ مش عارف، عملت المستحيل عشان أخليها تبعد عني. فهمتها إني هوائي وإني مش ممكن هتجوزها أبدا، وبرضه مفيش فايدة. رشدي، أنت بتحب نوال؟ بحبها بالمعنى اللي أنت تفهميه؟ لا، أنا الحب في نظري مرض نتيجته العذاب، وأنا محبش أتعذب أبدا. أنا آسف إذا كنت بصالحك بحياتي. وبتحب رأفت؟ طبعا، رأفت صديقي وبحترمه. يعني ممكن علشان صاحبك تتنازل عن جزء من مستقبلك وجزء من راحتك علشان تسعده؟ أنا مش فاهم قصدك. قصدي تطلب نقلك من هنا، تسافر لأي بلد، لمصر مثلا، وبالطريقة دي نوال هتنساك. أفتكر ده الحل الوحيد. أيوه بس ده مش سهل أبدا. أنا فاهم، لكن دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن ترجع بيها السعادة للبيت اللي كنت أنت السبب في. فاهم هحاول. رشدي. نادية حبيبتي، أنا مش عارف أقولك إيه. ما تكلميش دلوقتي، رأفت موجود. أول ما سمعت الخبر أنا جيت على طول. شايف يا رشدي، مصيبة كبيرة. معلش يا حبيبتي، هتمر بخير. أنا كنت في المستشفى وطمنت عليها. وإزيك يا حبيبتي دلوقتي؟ زي ما أنت شايف. أنا هكون جنبك على طول. طلبت إجازة من المستشفى وأعتقد إن هم هيوافقوا. عند هيرو. رأفت. اسمح لي يا رأفت، الجو اللي انت عامله هنا في البيت مش عاجبني ابدا. جو ايه؟ من ساعه ما جيت ما نطقتش بكلمه واحده، ونادية كمان. ليه كل ده؟ انا مش فاهم. نوال ان شاء الله هتتحسن ومفيش داعي للياس. اعذرني يا رشدي. طيب ايه رايكم لو نخرج نشم شويه هوا في اي حته تعجبكم؟ بلاش. انا ليه؟ تعبان شويه. طيب نقوم احنا يا نادية؟ عندك مانع؟ اتفضل مع خطيبتك. يلا يا نادية. تصبح على خير. وانت من اهلك. تصبح على خير. انت من اهلك. مسافر كده فجأة؟ من الفجر. غريبة. نزلت ادور عليها في البيت ما لقيتهاش. طلبتك في التليفون، وفي اول المكالمة دخل رأفت، فاضطريت اقفل السكة. انا فهمت كده برضه. الحمد لله اللي قطعت الجواب قبل ما يقراه. طيب وعللت سفرها لمصر بايه؟ معتقد ان كان في خلاف بيني وبينك، وانها كانت مسافره عشان تصلحنا. عشان كده سالني اذا كنت لسه بحبك. ومن ساعتها والشك هيجننه، متهمني ان انا السبب في كل اللي حصل لها. عشان كده الحياه في البيت بقت مستحيله. انا اسف يا ناديه، انا شاعر بغلطتي، لكن مش بايدي اعمل اي حاجه. كل اللي في ايدينا ان احنا نخلي رأفت ما يعرفش انها كانت بتخونه. انا معاكي في كل اللي تطلبيه مني. ميرسي. تسمح تروحني عشان اتأخرنا. حاضر.